يا سميل أحلى المتابعين، مرحبا بكم من جديد في فكرة جديدة. اليوم بشوفوا مع بعضنا طريقة تحضير هذا التابلو بمواد بسيطة. طريقة تحضيره سهلة وسريعة. سباقي لو نزلت فيديوهات وريت فيها طريقة تحضير تابلوات باستخدام عجينة السيراميك. الفيديو هذا مختلف والمكونات بسيطة، فقط مش تحتاجوا تقريبا يعني إلى ألوان مائية للتلوين، وبقية الأشياء هي أشياء قديمة قمت بإعادة تدويرها. ممكن تقوموا بتحضير التابلو هذا وتغتنموا الفرصة في عيد الحب أو يوم الحب وتقدموا كهدية، أكيد بتكون هدية جميلة ورائعة. قبل ما نشوفوا الفيديو ما تنساوش دعم القناة بالضغط على لايك وترك تعليق. إذا كنت أول مرة تشاهدني في هذا الفيديو اشترك في القناة ثم اضغط على جرس الإشعارات باش توصلوا كل الفيديوهات أول بأول. مشاهدة ممتعة للجميع. بالنسبة للخلفية اللي باش نقوم عليها بالعمل، عندي هوني تابلو قديم باش نقوم بإعادة تدوير هذا التابلو. كما تشوفوا فيه هذا هو التابلو، حجم كبير. أيضا باش نحتاج إلى مجموعة من الورود بلاستيكية باش نثبتها على التابلو فيما بعد. أول خطوة باش نقوم بها هو أخذ قارورة دينول. باش نقوم بتنظيف قارورة هذه نقوم بإزالة الغلاف الخارجي للقارورة، فيما بعد باش نقوم بقص القارورة بالطول، بعد ذلك باش نقوم بإزالة الجزء هذا ونثبته من أسفلها كي نتحصل على شكل شبيه بالفازة. هذه شكل الفازة بعد تثبيتها على سطح التابلو. الآن باش نقوم بتغليف سطح التابلو باستخدام المناديل الورقية. هذه المناديل الورقية أنا قمت بقصها إلى قطع متوسطة الحجم وقطع صغيرة الحجم باش نثبتها في جانب الفازة. بالنسبة لطريقة التثبيت باش نستخدم الغراء. أنا هوني استعملت غراء الخشب، خففته قليلا بالماء باش يصبح بهذا الشكل. نشوفوا الآن مع بعضنا خطوات العمل.
كما تشوفوا هنا أنا انتهيت من توزيع طبقة من المناديل الورقية على خلفية التابلو. نمر الآن لتحضير البرواز. طبعا أنا مش نخلي المناديل الورقية بهذا الشكل حتى تجف الغراء تماما، ثم نقوم بالتلوين. بالنسبة لتحضير البرواز باش نستعمل هوني قشر البيض لتزيين البرواز، ممكن هوني تقوموا بتلوين البرواز بشكل عادي. بالنسبة للقشرة هذه قشور البيض تقوموا بنقعها في الماء والجافيل والدينال، تقوموا بتنظيفها جيدا، بعد ذلك تقوموا بإزالة الغشاء الرقيق اللي يكون موجود داخل القشرة، تقوموا بإزالتها، بعد ذلك تتركوها تجف. بالنسبة لطريقة تثبيت قشور البيض باش نستعمل الغراء الأبيض، نشوفوا مع بعضنا خطوات العمل. قبل ما نمر الخطوة التالية حبيت نوريكم هوني طريقة تنظيف قشر البيض، لأن الخطوة هذه مهمة جدا. بالنسبة للغشاء اللي قلت لكم لازم تقوموا بإزالته، هو الغشاء هذا اللي موجود في الداخل كما تشوفوا هوني، هذا هو. في البداية نقوم بوضع طبقة من الغراء على البرواز، باش نعمل فقط الواجهة. ثم ناخذ قشر البيض ونقوم بتثبيته. باستخدام عود نقوم بإبعاد القطاع عن بعضها البعض قليلا. حاولوا انكم تستعملوا الغراء بدون اضافة الماء باش يكون مكثف ويمسك جيدا القشر او قشور البيض. هذه النتيجة اللي تحصلت عليها بعد الانتهاء من وضع قشر البيض على البرواز. ملاحظة أن البارحة قمت بإضافة طبقة من الغراء فوق قشر البيض، يعني بعد ما ثبتوا قشر البيض على التابلو تخليوها تجف، فيما بعد تقوموا بإضافة طبقة من الغراء باش تثبت بشكل أفضل. كذلك قمت بإضافة طبقة من الغراء على المناديل الورقية باش تثبت أيضا بشكل أفضل. نمر الآن للخطوة التالية. الآن باش نحتاج إلى طبقة مبلولة، طبقة من القماش. ناخذ ورقة من المناديل الورقية ثم نقوم بتشكيلها، نقوم بلفها بهذا الشكل.
ناخذ الان القطعه هذه ونثبتها بجانب الفازه على اساس انها يد الفازه. كما تلاحظوا هنا انا في الجهه الاخرى ثبت القطعه الاولى. نقوم بوضع الغراء على الورق نحاول اني نخلي الشكل يعني نفس الفورمة. باش نقوم هوني بوضع قطعة من البلاستيك اسفل التابلو. باش نستعمل الوان الجواش الالوان العاديه باش نستعمل هوني عفوا الوان الاكريليك. ممكن تستعملوا الوان المائيه العاديه اللي تستعمل في المدرسه. باش نقوم بتخفيف اللون باستخدام الماء. نضيف كميه اخرى من اللون الاسود. ممكن نستعملوا اللون مباشرة لكن يفضل هوني استعمال الكحول او مزيل طلاء الاظافر. نقوم بوضع طبقة فوق قشر البيض، طبقة من مزيل المناكير. الان نقوم بوضع اللون. باش نقوم هوني بتوزيع اللون مباشرة بدون إضافة الكحول أو مزيل المناكير. طبعا انتم ممكن تستعملوا اي لون تشوفوه مناسب، مش ضروري الاسود. نتركها بهذا الشكل حتى ياخذ اللون مكيالو، يعني يمشي بين الشقوق ويصبح قشر البيض بارز نوعا ما كما تشوفوا في المكان هذا، يصبح بهذا الشكل. بالنسبة للتابلو من الداخل باش نقوم بتلوينه باللون الأسود. باش نستخدموني ألوان الأكريليك لأنها مركزة. نشوفوا مع بعضنا خطوات العمل.
هذا شكل بعض التلوين، باش نتركها الان حتى تجف. ملاحظه حابين نعطيها لكم، اذا حسيتوا انه بعض الاماكن داكنه وحبيتوا تفتحوها، ممكن تاخذوا قطعه من القماش المبلوله وتقوم بتمريرها بهذا الشكل. كما تلاحظوا اللون يفتح. طبعا انا فيما بعد باش نقوم باضافه لون اخر فوق اللون هذايا. كما تلاحظوا هوني ممكن تفتحوها بهذا الشكل. نتركها الان حتى تجف ثم نشوفوا الخطوه التاليه. هذا الشكل اللي تحصلت عليه بعد ما جفت الالوان او اللون الاسود تحديدا. باش نقوم باضافه طبقه اخرى من اللون الاسود، باش نركز في الاماكن هذه، لانه كما تلاحظوا هوني المناديل الورقيه شربت اللون الاسود وصار ثم تفاوت في الالوان او تفاوت في درجه اللون نفسه. باش نقوم الان ايضا باضافه اللون الذهبي. باش نستعمل هوني بينتير ناكري ميتاليك، باش نستعمله في تزيين البرواز. باش نحتاج الى فرشاه مسطحه، ناخذ كميه صغيره جدا من اللون ثم نقوم بسحب الفرشاه. ممكن هوني تستعملوا اي لون اخر، مثلا احمر او ازرق او اي لون اخر. ممكن تقوموا ايضا بتلوين قشر البيض بهذه الطريقه، تقوموا بسحب اللون فقط، يعني باش يتلون السطح فقط، بينما الشقوق باش تظل بلونها الاسود. كذلك نفس الشيء بالنسبه للمناديل، بعد ما تجف المناديل ناخذ كميه صغيره جدا من اللون الذهبي. فيما بعد نقوم بسحب الفرشاه بهذه الطريقه فقط باش تتلون الثنايا اللي موجوده عندي. شوفوا مع بعضنا خطوات التلوين. كما تشوفوا هوني هذه النتيجة اللي تحصلت عليها بعد التلوين. كما لاحظتوا انا قمت بتلوين الفازة باستخدام اللون الذهبي، بينما خلفية التابلو استعملت اللون الابيض باش نغير شوية من اللون، ما يكونش كله باللون الذهبي. الان باش ناخذ الورود اللي باش نثبتها على الفازة او على التابلو. قبل تثبيتها باش نقوم بتلوينها قليلا باللون الذهبي. باش نستعمل هوني سبراي الذهبي، باش نقوم برش خفيف باش نكسر شويه من اللون. طبعا انتوما ممكن تستعملوا بينتير ناكري لتزيين الورود، تحطوا يعني كميه صغيره في الفرشاه وتلونوا الورود هذه. بعد ذلك باش نقوم بتثبيت الورود هذه باستخدام مسدس الشمع. نشوفوا مع بعضنا خطوات العمل بشكل سريع.
إذا كما تشوفوا هذه النتيجة النهائية. أنا قمت هنا بإضافة وردة أخرى من فوق باش يصبح يعني حجم الفازة مناسب لحجم التابلو. أيضا قمت بإضافة بعض الأغصان. هذه النتيجة اللي تحصلت عليها. أتمنى يا ربي إنو الفيديو نال أعجابكم. ما تنساوش الضغط على لايك. نشوفكم إن شاء الله في عمل قريب. شكرا لكم على المتابعة. كانت معكم منى المسلمي.